عليكم تلاميذ الصف الثاني طلاب مدرسة التقدمية، وإياكم اليوم نكمل سلسلة الدروس الإلكترونية، نكمل الأعداد مالتنا. سبق وذكرنا الأعداد إلى حد الرقم 200، وانطيتك واجب بيتي رقم 300. اليوم راح نكمل العدد 400، انتبه علي، 400 يتكون من 3 مراتب، أحد عشرات مئات. هنا راح تلاحظ أن المئات راح تبقى ثابتة، والرقم اللي راح يتغير هو فقط مرتبة الأحد والعشرات. 400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410. تلاحظ انه احنا نزيد رقم، راح نزيد رقم، وصلنا الى 410. اذا زيدناها يا حلوين راح تكون 411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 430. راح نعيد نفس الأعداد. تلاحظ إنه عندي الأحاد راح تتغير فقط، هنا الأحاد راح تتغير، راح تقول 431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440. هنا طالب راح يسأل مس هنا شو صارت 440؟ هنا للتوضيح فقط، 439، قلنا احنا زيادة رقم واحد تحت الأحاد راح تكون عندك 9 و1 10، 1 باليد، 3 و1 4، والأربعة تنزل راح يكون 440. نكمل الحل مالتنا، 441، 442، 443، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453. راح أكرر، أقرأ مئات أحاد يلا عشرات، 454، 455، 456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500. طلاب ركز هنا أنا وياي، راح يكون عندك واجب بيتي 500، راح أساعدك فقط بفقرتين، 501،
502. ونفس الطريقة اللي تعلمت هسه قدامك راح تعيد الأعداد إلى العدد 600، انتبه عليها، إلى العدد 600 راح تكون واجب بيتي عليك، وإن شاء الله تكون الأرقام واضحة عندك، وشكرا جزيلا.